ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشار الله وإياكم والدنا والمسلمين من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الذنوب ليست بمرتبة واحدة، فمنها الصغائر التي تكفرها الفرائض، كما جاء في الصحيحين: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، هذا في صحيح مسلم. وفي الصحيحين أيضا الحديث الذي تعلمونه، أن الرجل إذا غسل وجهه، حديث عثمان بن عفان، إلى آخر الحديث التي تتحدث عن الصغائر. أما الكبائر فهي الموبقات المهلكات موجبات النار، أسأل الله أن يجيرني وأن يجيركم من النار. ذكر منها الذهبي 70 في كتابه الكبائر، وقال أحد العلماء هي إلى 700، أقرب منها إلى 70، واليوم نكتفي ب70 منها، أجارني الله وإياكم منها جميعا. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات موجبات النار. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه 7 مهلكات، هذه 7 موبقات، نسأل الله السلامة والعافية. أولها وأعظمها ما لا يغفره رب الأرض والسماوات: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء، قال ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام: لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، أما من تاب قبل الموت من الشرك فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نعم، الشرك بالله لا يغفره الله، ولذلك من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له، نعم أدخله الجنة إذا كان
لا يشرك بالله شيئا وتاب من كبائر الذنوب الكبائر الأخرى. الشرك بالله من أعظم الذنوب، بل لا يغفر لمن مات عليه. نعم، والشرك بالله والسحر، وهذا السحر أيضا من الكبائر الموبقات المهلكات موجبات النار. ومنه إتيان العرافين، ولذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل صلاته 40 يوما. العراف هو الذي يقول لك سأبيت لك على الاستخارة، هذا نوع من التجهيل، أنت تبيت لي عليها وأنا الذي أريدها، أعطيها لي حتى أبيت أنا عليها، لماذا تبيت أنت لي عليها؟ أعطيها لي أنا حتى أبيت أنا عليها، أبيت أنا عليها، أنا الذي أحتاج إليها. ثم يأتيه في الغد يقول ماذا قالت الاستخارة؟ أخرسها الله، يقول قالت أنك مصاب بمس من الجن وأنك وأنك. سبحان الله، أنت من قال لك هذا؟ هذه أمور من صدقها، من جاء من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر من الكبائر، الأمر كبيرة، إتيان هؤلاء العراف الذين يقول لك أنت مصاب بسحر أو بمس أو فلان ابن فلان أو علان أصابك بكذا، أو هذه كلها من أسباب الشرك بالله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هل ينزل عليه وحي؟ والله الذي لا إله إلا هو لا ينزل عليه إلا الذباب، فمن أين له أن يطلع على هذه الأمور ويقول أنت مصاب وعن طريق فلان وخذ الشاة الفلانية أو الدجاجة الفلانية ذات اللون الأسود وكذا، هذه كلها شعوذة وكلها مضرة بالعقيدة، تفسد عقيدتك يا عبد الله. السحر أيضا منتشر الآن، السحر كثير، الناس يمارسون هذا السحر ويسترزقون بهذا السحر، والسحر والإيمان لا يجتمعان في قلب، ولذلك يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فتعليمه سحر وممارسته سحر، ولذلك في الحديث الآخر من عقد عقدة ونفذ فيها فقد سحر. تجد واحد يأخذ سلكا ويقرأ آية الكرسي أو آية قل هو الله أحد والإخلاص أو آية من كتاب الله وينفذ فيها ويعقد، أنت تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وأنت تنفذ في العقد، هذا جهل. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما هو هذا الحق الذي يبيح قتل النفس الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحق هنا ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني أي من تزوج ثم زنى بعد ذلك يرجم يقتل، الثيب الزاني والنفس بالنفس، أي من قتل يقتل النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا أيضا المرتد يقتل، ما سوى ذلك فلا يحل قتله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا هذا من الموبقات المهلكات موجبات النار إلا لمن تاب. ولذلك قال ربي جل وعلا إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن الربا ما يسمى بأخذ الراتب قبل دخوله، فتأتي إلى المصرف تقول راتبي سيدخل بعد أسبوعين يعني نهاية الشهر وأنا أحتاج إلى أن تعطيني راتبي، فيعطيك راتبه مقابل أن يأخذ عليك ضريبة 1000 أوقية أو 2000 أوقية، فهذا يصبح راتبك كله ربا، هذا كله من الربا. سئل ابن عباس أي الذنوب أعظم؟ قال ما رأيت ذنبا حارب الله ورسوله أهله إلا الربا، قال تعالى فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الربا والمقام لا يطول ذكر أنواع الربا أن تأخذ مبلغا من المال 1000000 مثلا أو 200000 أو 100000 وتعطيها لهذا الرجل، تقول له أنت تشتغل في هذا المليون وكل شهر تعطيني أنا 50000 وقية والمليون تحت يدك تعمل به،
هذا عين ذات الربا الذي حارب الله ورسوله أهله. نعم، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا هذا من الكبائر الموبقات المهلكات موجبات النار، وكذلك أكل مال اليتيم. وما أدراك ما مال اليتيم؟ أموال الدولة أموال اليتامى. يا أيها المسؤولين، يا أيها الموظفين، يا أيها المأجورين، أموال الدولة أموال اليتامى. حذاري من أن تأكل أموال الدولة بحجة أنك وأنك وأنك، فلا تنفع الحجج عند رب العالمين، عند قوله وقفوهم إنهم مسؤولون، عند قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا حكم من أحكام الله، وسيصلون سعيرا. نعم، الدولة الآن تنهب بواسطة هذه الصفقات وبواسطة هذه المعاملات التي لا يخاف أهلها رب الأرض والسماوات، لكن وراءهم يوما عظيما. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويرون وراءهم يوما يوما ثقيلا. قال الله ثقيلا، ثقيلا بكل المعايير، يوما ثقيلا. فاتقوا الله يا من تأكلون أموال هذا الشعب، هؤلاء اليتامى، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة. ستوقفون أمام القوي المتين ويحاسبكم حسابا شديدا إن لم تتوبوا إلى الله. من لم يبالي من أي باب يأكل لم يبالي الله من أي باب أدخله النار. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل حرم هذه الموبقات حرصا، يعني رحمة منه على أن ندخل الجنة سبحانه وتعالى. لا مصلحة إلا لنا، نحن الذين نجد هذه المصلحة. إذا تحرينا أن نأكل الحلال كنا سعداء، كنا سعداء. ما إذا أكلت الحرام فإنك ستقع في الموبقات التي بعد الموبقة التي ذكرنا، وهي أكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. لأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لا يستطيعون أن يثبتوا أمام الأعداء. من انهزم في نفسه حري أن ينهزم أمام عدوه. نعم، أنت إذا ضعفت أمام شهوتك حري أن تضعف أمام عدوك. نعم، التولي يوم الزحف هذا أيضا من الكبائر الموبقات المهلكات. الكفار الآن يزحفون علينا بكل أنواع الزحف، زحفا اقتصاديا، زحفا استنزافيا لثرواتنا. كم يأتي يوميا من معادننا، كم تأتي من سيارة مليئة من الحاويات تملأ الدنيا وتملأ البحار وتملأ البواخر. نعم، هذه الحاويات التي تمتلئ بمعادننا بالذهب وأنواع المعادن والحديد تمشي إلى أولئك الناس، لأن الذين يتولون هذه الحاويات لا يخافون رب الأرض والسماوات. لماذا تتركون هذه الحاويات يعيش بها بنو الصهيون ونحن أبناؤنا يموتون جوعا؟ لماذا؟ لضعفكم أمام الآخرين؟ اتقوا الله، اتقوا الله ولا تفروا من الزحف. قفوا وأعلنوها وقفة واحدة مع شعبكم الضعيف. آن الأوان أن تتوبوا يا من تأكلون المال العام، توبوا إلى الله عز وجل. ما هي فائدة السنين الآن على موريتانيا؟ ما هي فائدة الشرائك الكثيرة التي لا أريد أن أسميها على هذا في هذا المكان الطاهر، لأنها شركات قذرة، شركات تأكل لحوم البشر
وتمتص دماء البشر من تازيازة إلى ما قبلها وإلى ما بعدها. هذه شركات يهودية قذرة تأكل شعوبنا وتأكل لحومنا وتمتص دماءنا. أسأل الله أن يزيلها عن بلادنا، أن يفضح القائمين عليها من شعبنا، أن يفضحهم لأنهم انفضحوا والتاريخ لا يرحم. اتقوا الله أيها القائمون على هذه الشرائك، يا من ترتشون، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش كلهم ملعونين. أين ما هي نتيجة شركة تازياست على بلادنا؟ هل تعتني باليتامى؟ هل تفعل شيئا مما ينفع هذا الشعب؟ أين البنية التحتية؟ أين من يمشي من الآن إلى 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 يعني إلى يعني جوجة؟ ماذا سيجد؟ يجد هناك طرقا متقعرة قعرها هؤلاء الذين أسأل الله أن يهلكهم، قعروها والدولة لا تطالبهم على الأقل بأن يصلحوا هذه الطرق، يصلحوا هذه الطرق على الأقل، بنية تحتية. نحن لا نرجو منكم شيئا آخر، هذه البنية التحتية على الأقل، هذا الطريق الذي كان يسلكه الضعفاء والفقراء بسياراتهم الصغيرة أصبح الآن طريقا يستحيل المرور عليه. إذا ذهبت إليه تجد كثير من السيارات الصغيرة متعطلة. لماذا هذا؟ هل نحن دولة يا جماعة؟ السؤال المطروح. فإنا لله وإنا إليه راجعون. التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فلا بد أن نعلم أن شعبنا شعب طاهر في عمومه، شعب تقي في عمومه، شعب مسلم وكفى. لكن مع الأسف هناك الكثير من الاستسلام الذي لا يرضاه الإسلام، كثير من الانبطاح الذي يفضح ولا يقرب إلى الله عز وجل. فلنتب إلى الله عز وجل. إن الأمة التي لا تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. أسأل الله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام في حدودك. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أقض عنا الدين وأغننا من الفقر ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقوانا أبدا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارفع غضبك واغفر عنا يا رب العالمين. اللهم اعتق هذه رقاب من النار، اللهم اعتق رقاب الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات من النار، اللهم ولي امورنا اخيارنا، اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى امين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد ملء الميزان وابلغ العلم وانتهى الرضا وسنة العرش، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى صحبه، يغفر الله لي ولكم.